اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده الاكل صحي، واحنا عندنا يوم الاحد من كل اسبوع بيكون الاكل صحي، وعلى باب التلاجه كده نكتب على ان في يوم في الاسبوع نقدر نعمل الاكلات اللي احنا نفسنا فيها ولكن نعملها بطريقه صحيه. النهارده معايا المطبخ بسيط وسهل، الشوفان هو بيلعب دور كبير جدا في الاكلات الصحيه بما ان هو الياف فعاله وغير فعاله، قيمته الغذائيه عاليه جدا، مكنسه المعده، بيخلصنا من الكوليسترول، بيخلصنا كمان من الدهون الزياده اللي في الاكل بتاعنا. النهارده هنعمل كفته الرز بالخضار والشوفان، اكيد لها تفاصيلها وهنشوف نعملها مع بعض ازاي مع رز مصري مسلوق في ميه وبعد ما اتسلق صفناه من الميه كاننا بنسلق مكرونه، وطبعا بيمر مرحله التبريد وهنشوف هنشتغل مع بعض ازاي في عمايل. معايا كمان النهارده الاومليت بالشوفان، طبعا ما الاومليت ده مدرسه، يتعمل بالمشروم، يتعمل بالشوفان، يتعمل بالخضار، يتعمل بالبصل، يتعمل بالبسطرمه. هنعمله النهارده بالمشروم، والمشروم مصدر غني جدا للبروتين النباتي، لطيف وجميل، والمشروم مفيش مشكله منه خالص لو احنا حتى اكلنا منه في صبح وليل وعشاء. معانا النهارده بقى المفاجاه، الكيكه بالجزر، هنعملها بتفاصيلها وحقوق الطبع لدينا وبس. هعملها النهارده، اعتقد ان انا عملتها قبل كده، ولكن المره دي الكيكه بالجزر انا عاملها بتفاصيل تانية خالص، مع الشوفان مع الجزر مع الكرمله، اكيد هتعجب الصغير والكبير وهتكون في نفس الوقت كمان بطريقه صحيه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. المطبخ النهارده صحي بنسبه تقريبا ل 80 ل 90%، ولكن نقدر ازاي نعمل اي اكله احنا نفسنا فيها نعملها بطريقه صحيه. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ازاي الاومليت بالمشروم. حلو الكلام، شفنا المقادير يا استاذه رحاب ولا نشوفها تاني؟ طيب حاضر، شوفان، مشروم، بصل، ثوم، بلانشه اقطع عليها. حلو الكلام، تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي. معايا مشروم لونه جميل على فكره، على فكره ده ممكن تاكل ني، اخواننا في اليابان وفي الصين بياكلوه ني. الله. شوفان مصدر غني جدا للبروتين النباتي، امن ناكل منه زي ما احنا عايزين، مريض سكر مريض ضغط ياكل منه بقلب جامد. نعمله في الطبق الاومليت ماشي، نعمله مع الرز ماشي، حشوات الكوردون بلو ماشي، مع السي فود ماشي، شوربة المشروم بالكريمة دي مدرسة، شوربة الدجاج بالمشروم دي مدرسة، سلطة المشروم بزيت الزيتون والثوم دي مدرسة، سبانخ بالمشروم يعني بروتين نباتي وحديد، اكتملت الحدوتة، كل ده يتقطع مع بعض. حلو الكلام، حلو الكلام، الله الله على الحلاوه. ده المشروم، حط عليه شويه ثوم، ثوم يعني مضادات اكسده، ثوم يعني ترشيط الدوره الدمويه في الاجزاء الدقيقه للجسم، بصل نفس الصفه، جنزبيل نفس الصفة، بقدونس مش نفس الصفة، بقدونس للجهاز الهضمي مفيد جدا، سنة من الشبت الصغيرة تكسر طعم المشروم، كل دول مع بعض يا عم الشيف. نعمين؟ لا دي مش شكشوكة، لا لا لا، شكشوكة يعني بصل وطماطم يا أستاذ. ده الفلفل، الله حابب أحط شوية بابريكا، الملح دايما بالسالب في الاومليت بالذات، عشان كده لما نروح اوبن بوفيه ونلاقي الراجل الطيب عامل شو مع البيض اشكال والوان يقول لك عايز ملح زياده ولا ملح قليل، عايز خضار ولا عايز لحمه، عايز جبنه ولا مش عايز جبنه، دي البهارات اهي زي الفل. كل ده نقلبه مع بعضه وده جاهز معانا. هنشتغل بقى في ايه موضوع البيض ونشوف ازاي هنعمل الاومليت مع بعض. حلو قوي، خليه على جنب كده،
وادي البيض بتاعنا دول كده زي الفل. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه واحده اخيره؟ ماشي. على البيض ده شويه حليب طبيعي علشان تبقى السمكه بتاعته لطيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلاص بنحطها على البيض والحليب ده يعني كده واحده. شكرا زي الفل. رشة فلفل اسود علشان الزفاره، مش هنحط فانيليا. اوعى ايدك تاخدك على الفانيليا وتحطيها. كل دول بنقلبهم مع بعض، وعندنا طاسه شديده الحراره. طبعا انا سبته للاخر علشان ايه؟ احنا مع بعض نعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه. ونقلب ده كويس كده. زي الفل يا عم الشيف. وعند الطاسة شديدة الحرارة نشتغل مع بعض هنا قريب. معانا الزيت. واحنا شطار جدا في عمايل الاومليت. معانا المشروم بتاعنا. ونتسلى واحنا واقفين مع بعض كده. تعالوا نشتغل في الاومليت مع بعض. شيل ده كده ملوش عوزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الطاسة بتاعتي. شوية الخضار بتاعنا. واحنا شغالين كده واحدة واحدة. الأبحاث العلمية اللي قالت كده. والعلم لما يتكلم سمع هس. شيل دي من هنا. حط ده هنا كده. عينيا يا غالي. حاضر. عايز أشوف الأومليت. والله بقى اتحرق. دي بتاعت ربنا. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ اهو. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في طبق التقديم. ألف هن، نعمين. نخلص يعني؟ نجري؟ طب أوريك حاجة حلوة من دي؟ اللي أنا بعملها دي، كمان واحد كده على السريع. وإحنا شغالين اهو، شوية زيت صغيرين. انت ممكن على فكره ننهي الحلقه وتسيبني انا اعيش مع الاومليت ده، لان ده فطار النهارده. في كل حاجه. طاسه شديده الحراره على النار. بنحط البيض كده. شويه دول. عينيا. زي الفل. عشان احنا وقتنا خلص والوقت بيعدي بسرعه مع الاحبه ومع الصحبه الطيبه. عملنا كيكه الجزر بتفاصيلها شايفين حضراتكم ازاي طالعه معايا. عملنا كفته الرز بالخضار. لطيفة وجميلة، وجبة غذائية متكاملة. شغال في الأومليت بالمشروم بتفاصيله والحشوة والتوبنج بتاعنا حسب الرغبة. معانا مشروم ومعانا بصل ومعانا توم. كل التفاصيل دي أنا ببني الهرم الغذائي بداية من البيض لما قلبته مع شوية حليب وشوية دي. حلقتنا النهاردة الأكل صحي وهيلسي بنسبة كام يا عم الشيف؟ تنسيق أول ومرحلة أولى من التنسيق، يعني تعدي 80%. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.